عليكم. اخوانك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رزقك الله السلامه يا شيخ. الله يبارك فيك، تفضل. هل المؤمن يمرض نفسيا؟ نعم، هل المؤمن يمرض نفسيا؟ هل المؤمن ممكن يجن؟ وارد ان المؤمن يجن مرض. لا، المرض النفسي كالضيق والاكتئاب. وارد ان هذه الامراض تعتري المسلم وغير المسلم. شكرا. لا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون.